وسبب إخفاق أن السلطة تريد أن تستثمر في الحج وتحول إلى موسم تربح، لا يجوز لها أن تؤجر في المشاعر. أنا أتحدث عن إيجار للأرض في عرفة ومزدلفة ومنى، ومن يدفع أكثر يكون أقرب للجمرات، ومن يدفع أقل يكون أبعد. الموضوع وكأنه سياحة. هذه الشاليهات وهذا الشاليه، ما شاء الله تبارك الله. هذه صالة للترعية وهذا مدخل غرفة نوم. احنا دلوقتي في مخيم منى التابع للداخلية حجاج القرعة، وطبعا المنظر زي ما حضراتكم شايفين شيء في منتهى قلة التقدير وغير آدمي بالمرة. الناس مش لاقي أماكن، وفي ناس مفقودة ما يعرفش عنها حاجة. وطبعا كل المخيمات نفس الحالة ونفس الوضع، مأساة بنعيشها كلنا هنا نتيجة سوء التنظيم، ونناشد المسؤولين أو مش هنناشد حد، لأن محدش بيسأل ومحدش بيستجيب لأي شيء.